موسى عليه السلام ملي كانوا غادي هربانين في الليل وجاي فرعون تبعهم الصباح لقاو رؤوسهم واقفين البحر العدو ما كاين مخرج. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى، هنا الإيمان ضعيف، إنا لمدركون. العبار المادي تبعناك وخرجتي علينا وحنا حصلنا هذه الحصلة، إنا لمدركون. صاحب القلب الموصول بالله عز وجل قال كلا، وكلا تختلف في الرد في اللغة العربية على لا، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فالقضية كتبقى لنا احنا مزيان كنبغيو نعيشوا معية الله عز وجل، وان الله سبحانه وتعالى أن يكون معنا وان يتولانا وان نكون من أوليائه حتى نفوز بقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني هادشي كله مزيان، لكن راه لا تتحقق معية الله للعبد حتى يتحقق العبد بمعيته لله عز وجل. تكون أنت مع الله فيكون الله معك. إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا الحديث دائما تجد أن الله عز وجل يضع شرطا، إذا تقرب إلي عبدي تقربت إليه، أنت دير اللي عليك غنجي وغادي نلقاو، ومن يتق الله عاد بجت وراها يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.